شهر رمضان هو شهر الذكر، كثار فيه من ذكر الله، شهر صلة الأرحام، شهر البر، شهر الخير. أي خير تعمل في هذا الشهر فالله يجزي به سبحانه وتعالى. الحسنة بعشر أمثالها إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به. أكثر من عشر، أكثر من 700، يضاعف الله تبارك وتعالى الأجور في هذا الشهر. فعليك أن تضع لك جدولا تسير عليه في هذا الشهر، أن تكون لك ختمة على الأقل. محروم من يمضي عليه الشهر وما ختم القرآن مرة، محروم. فاجعل لك جدولا لختم القرآن، اجعل لك جدولا للدعاء، اجعل لك جدولا للذكر، اجعل لك جدولا لصلة الأرحام، لبر الوالدين، للصلاة، للصدقة، وتنظر في نفسك هل حققت ما تريد أو فاتك الخير المديد.